تنضف في 60,000 داهية. والله كان قلبي حاسس ان هما مش هيعدوها على خير. يلا طلبوها ونالوها. خلاص يا خالتي سيبك منهم. بس يا بيت بتكسروا ورانا قلل يا حرام عفنا يا ولاد. بس يا خالتي دليله فرحك. فرحي؟ لا ده انا اقلع لكم الابيض والبس عليكم الاسود يا ولاد اطفوا. خلاص بقى يا خالتي خلاص. ما تسمعونا زغروطة يا ولاد. ارفع ايدك فوق hey! لو متضايق هتروح hey! اركب مجات هتزيع hey! وعك في العكس تسوق ارفع ايدك فوق لو متضايق هتروح hey! اركب مجات هتزيع hey! وعك في العكس تسوق فرتكة فرتكة عالطبلة وعالسك ساكة فرتكة فرتكة ضغطت ومعهتك تاكة فرتكة فرتكة راجعيني عامل درباكة راجعيني عامل درباكة غرقني في شبر المية صحني بتطلع عليا هدك هدك مساء الخير يا جماعة. مستر سليم. هاي. ازيك؟ هاي أنكل سليم. يا ليل يا بنتي مبروك. مبروك على إيه؟ مبروك على المصيبة اللي إحنا فيها؟ خير في إيه؟ في إيه يا أنكل؟ حضرتك مش شايف الديكوريشن؟ مش شايف بهدله الجنينة إزاي؟ بص البالونة اللي هناك. بص حضرتك الناس اللي وراك بترقص إزاي؟ كارثة. لا الأطفال اللي معاهم والله العظيم يا أنكل دول مش أطفال. استحالة يكونوا دول أطفال بريئين. من شوية واحد صغير كده جه يقول لي إيه؟ بص لي كده كانه بصت راجل كبير كانه راجل مضغوط قال لي يا انسه يا كويسه تتاكلي حته حته حتى لو محلوس يعني ايه يعني ايه يقول لي انا كده هو ده اللي قال لي كده ممكن يعني اللي ده قصده ملح وسه whatever ما شفتش بقى حضرتك the new Mrs. عبد الله مكاوي كارثه كارثه عملها بلدي جدا بلدي دول اهلها دول قريبها يعني اللي يعني تقصد الجلاليب والعبايات والحاجات دي حاجه بالظبط ممكن لو سمحت من فضلك لو حضرتك بتحبني ولو بتحب بابي من فضلك تعال نلحقه في الساعه اللي فاضله له من حياته بليز بليز يلا ننقذه حضرتك اقنعه لانه مش مقتنع بكلامي يعني اللي ده انا نفسي وهموت ان انا اعمل زيه يلا حضرتك بتتكلم بجد لا طبعا واضح بقى ان انتوا في السن ده بتلسعه او حاجه طب بتفضل حضرتك اقعد وانا اخلي الناس الجميله دي تجيب لك بقى حلابسه وبلارسه والحاجات بتاعتهم اتفضل 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 خلي بالك على ابوكي بيضربوا واحد ورا التاني حسين